جلسة البرلمان التي عقدت هذا اليوم نتابع أحداثها مع مراسلنا من بغداد محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. إذا جلسة شهدت التصويت على فتح باب الترشح للرئاسة مجددا، عملية التصويت هل شابه عملية اعتراض؟ كيف جرت؟ هل كانت بانسيابية؟ نعم، مجلس النواب اليوم وفي جلسته الثالثة أثبت على أنه عازم على تمرير القوانين، وعفوا فقط لو قطعتم الصوت، هنالك صوت ضجة عالية جدا في هذا نسمعك الاستوديو. بشكل واضح. مجلس النواب اليوم اختصر أعماله فقط في 10 دقائق فقط، كانت هي كفيلة بأن تكون فقرتي مجلس النواب والتي هي ضمن جدول أعماله في مجلس النواب اليوم جرت على انسيابية كاملة، لم تكن هناك لا انسحابات لا اعتراضات، تم التصويت على فتح باب الترشيح من جديد لرئيس أو لمنصب لرئيس مجلس النواب، وهنالك 3 أيام مقبلة سيقدم فيه الكتل السياسية أسماء مرشحيها لأعضاء مجلس النواب. هناك نواب تحدثوا بأن الخلافات ما زالت مستمرة على اسم رئيس الجمهورية، وأيضا أن ثلثي أعضاء مجلس النواب إلى الآن لم يكن ولم أو لم تبن ملامحه ولم تكن واضحة. كما ذكرت أن الجلسة مضت بانسيابية كبيرة، لم تكن هناك أي مشاكل داخل الجلسة، لم تكن هناك انسحابات اعتراضات، وأيضا بعد التصويت على فتح باب الترشيح من جديد ل منصب رئيس الجمهورية، يعني كانت هنالك بوادر لحسم ملف اللجان النيابية اليوم أيضا، لكن هنالك كتلتين نيابيتين لم يتم الإفصاح عن اسمهما، لم يقدم أعضاء مجلس أو مرشحيهم لمنصب أو عضوية لعضوية اللجان النيابية، بالتالي رفعت الجلسة وعقد اجتماع في القاعة الدستورية بعد الجلسة النيابية التي لم تدوم أكثر من 10 دقائق فقط. عقد الاجتماع وكانت هنالك توصيات ومخرجات كثيرة، وأهمها أن تكون يعني أن أو أن تكون عضوية اللجان النيابية معتمدة بالدرجة الأساس على التخصص النيابي وعلى رغبة النائب وعلى من يرشح حسب التوافق وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. هنالك 2 يوم حددها أو حددتها رئاسة مجلس النواب حتى يعني يتم حتى تفسح المجال للكتل التي لم تقدم أعضاء مجلس النواب إلى تقديم أسماء مرشحيها للجان النيابية، ويمضي مجلس النواب في جلسته المقبلة على التصويت على الأسماء، تقرأ الأسماء كدفعة واحدة ويتم التصويت عليها بالموافقة. 25 لجنة نيابية اليوم تنتظر الحسم وتنتظر أن تمرر بعد أن تقدم الكتل التي لم تقدم مرشحيها إلى رئاسة المجلس من أجل حسم هذا الملف المهم جدا. اليوم مجلس النواب يعتمد بالدرجة الأساس على عمل اللجان النيابية. طيب. الحكومة أو السلطة التنفيذية حينما ترسل قانونا رئاسة المجلس تحوله للجنة المعينة، واللجنة المعينة تدرسه أو تدرسه وتحوله لرئاسة المجلس ليتم عرضه والتصويت عليه. بالتالي أن العمل أو ركيزة عمل مجلس النواب التشريعي وحتى الرقابي يكمن في إنهاء ملف اللجان النيابية ويكمن في عمل اللجان النيابية بدرجة الأساس. طيب محمد، يعني ذكرت أن لا انسحابات ولا اعتراضات على جلسة التصويت على فتح باب الترشح مجددا لمنصب الرئاسة. الكتل التي كانت معترضة على هذا الموضوع، هل حضرت هذه الجلسة؟ هل صوتت لصالح أم ضد هذا القرار حسب معلوماتك؟ نعم، يعني كل الكتل السياسية اليوم حضر لها ممثلون. هنالك من صوت على فتح باب الترشيح من جديد ل يعني رئاسة مجلس أو رئاسة الجمهورية عفوا، وهنالك من لم يصوت. 62 نائب لم يصوت على فتح باب الترشيح من جديد لعضوية مجلس النواب، و203 نواب صوتوا على هذا الموضوع. أما المعترضون إلى الآن كما ذكرت لم يفصح أسماؤهم للعلن أو لوسائل الإعلام، ستبين بعد قراءة أسماء أعضاء مجلس النواب المرشحين لعضوية اللجان النيابية. هنالك خصوصية كبيرة منحها رئيس المجلس ونائبيه للكتل السياسية التي لم تقدم يعني لم تقدم مرشحيها لعضوية اللجان النيابية، لكن كما ذكر حاكم الزاملي أنها ستقوم بقراءة الأسماء وبعدها ستبين الكتل التي هي معترضة على أو لم تبين أو لم تبين ملامحها إن كانت معترضة أو لا تود ترشيح
أعضاء مجلس نوابها إلى اللجان النيابية. اليومين القادمين ستكون هي الفيصل، وأيضا ستحسم هذا الملف وهذه الجدلية فيما إذا كانت الكتلتين معترضة على اللجان النيابية أو معترضة على تقديم مرشحيها لعضوية اللجان النيابية. بالتالي كان هنالك اجتماع خاص مغلق بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الكتل السياسية في القاعة الدستورية، مباشرة توجهوا بعد رفع الجلسة النيابية، الجلسة التي ظلت معلقة ل 35 دقيقة ومن ثم عقدت بعد 40 دقيقة من وقتها الرسمي لحين اكتمال النصاب، والتي رفعت بعدما حضر 265 نائب صوتوا على فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، وأيضا يعني استكمال ما قدموه من مرشحين لعضوية اللجان النيابية. رفعت الجلسة إلى يوم إلى عدد أو إلى يعني يوم مجهول من أجل لم يتم الإفصاح عنه، من أجل حسم هذه الأوراق وحسم هذا الملف تحديدا، ملف اللجان النيابية المهم جدا. المجلس كما ذكرت في بدء حديثي برهن على أنه عازم على حسم جميع الملفات التي من الممكن أن تنشط عمل المجلس أكثر و أن تفعل دور الرقابي والتشريعي بدءا من اللجان النيابية، ومن ثم ستكون هنالك أيضا حسم لملف رئيس الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الأكبر لحسم ملف الكابينة الوزارية. محمد فراس كنت معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات.